أقول إن هذا الكلام كله راح يكون محض أحلام إذا ما حطيناه داخل هيئة مسؤولة عندها سلطة كاملة تتقيد بالقوانين العامة والقوانين الجزائية في الدولة وكل شيء، إنما سلطة إجرائية تخلص لك أوراقك بسرعة، المستثمر اللي يبي يستثمر تخلص له شغله ب 24 ساعة، هاي تك مربوطة المؤسسات ببعض، ماكو لفة طويلة عريضة، وان ويندو لك أنت كساكن أو لك أنت كمستثمر يا جاي من الخارج، رخص إن كانت ولا بنيان عادي سكني ما تفرق، لازم يكون تحت مؤسسة سهلة التحرك مثل إعمار في دبي، مؤسسة شركة صحيح حكومية ملكية إنما شركة، إذا ما أقيمت على هذه الطريقة لا ما طبنا ولا غدا الشر، والمشروع اللي بياخذ له سنة بياخذه 9 سنين، والتكلفة اللي كانت 100 مليون بتصير 1.2 مليار، ونمشي بهالطريقة هذه مثل ما صار بالمطار مثل ما صار بكل شيء. تأخر مو معقولة تكرار هذا الخطأ إلا ما نعرف أن الأجهزة القائمة الحالية غير قادرة، ما خلاص إذا أحتاج أني أخلق أجهزة للتنفيذ.